السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ يا ربي هاد لافيديو يرجعكم بالصحة والسلامة. معكم البنات، باغا نصوب القاص. نبداو على بركة الله. عندنا البنات جوج كيسان ديال الزيت، انا حاطة هنا غير كاس تنزيل، كاس ديال المزهر، معلقة كبيرة ديال النافع وحبة حلاوة. عندي جوج كيسان ديال السكر سنيده، عندي جوج كيسان ديال الجلجام، عندي زلافه ديال اللوز بيتا مرطبعه، عندي هنا خمسه البيضات، نزيد معكم كاس ديال الزيت، وقبيصه الملحه، وجوج خمارات. نتوما البنات الكاس الثاني، كاس ديال المزهر، ثلاثة خمارات البنات، ها هما، عفوا انا قلت لكم جوج، راه ثلاثة، السكر سنيدة، والطحينة البنات راه ما عندكم فاش تلفر على حسب الخليط. عندي هنا انا بعدا عندي كيلو، كندير انا العبار ديالي. نديرو اللوز، نديرو الطحين، الطحينة البنات راه مهربل، البنات العجينة ديالنا ها هي. هز ليا كيلو ديال الطحين، ها هي راه مقاصحاش ما رطباش. نحطو نديرو غير شوية هكا، نحطو هكا شوية، هانتوما البنات صفر ديال البيضة مع نسكافي قهوة سريعة الذوبان، صافي دابا غديه الفران يطيب. طيب البنات نقطعو ان شاء الله، حتى نخليه حتى الصباح ان شاء الله نقطعو.
السلام عليكم البنات، انا رجعت معكم. نقطع الفقاص ديالنا هاهو، ديروا لي شي موس يكون ماضي، ما طيبتو البارح خليتو حتى بات ليله كامله. ها شفتو كيمشي كامل، خاصة هو منضيعوش. لا ترى جربتو تبارك الله، اللوز ديالو ماشي هنا، شتو كامل اللوز ديالو كيروح. اللي بقات ليا نحمرو في الفران ونرجع معاكم. هانتوما البنات، الفقاس ديالنا هو بعد ما حمرتو وخرج، هاهو شفتو كيبقى اللوز ديالو هذا، كيجي فيه الكسور بزاف ويستاهل التجربة البنات. وبنين هو كامل محمر وبنين، درتو انا غير هاد الشكل في التوصيل. هاكا نجمعو السندة هاكا، باش يبقى في التفصيل. هذه حتى هي غندير لها حتى هي الحال وحتى هي السلوفان. هيا دابا نحطها لكم حتى هي في القناه، والبهنه ديالنا حتى هي هيا هنا الدهله اللي صوبت معاكم، هيا هيا راه جات كلها تبارك الله زوينه حتى هي تسهل التجربه. هيا وما تنساوش البنات لي جيم، والله يسر الجميع. يا قوبة تنكم عندكم شفاح ان شاء الله. ها البنات السلام عليكم، وما تنسونيش من لي لايك.